السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خرج رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران بتصريح فيه إهانة للحكومة ورئيسها عزيز أخنوش ووزرائها. بن كيران وفي معرض دفاعه عما بات يعرف بفضيحة جامع المعتصم قال إنه ما زال يتصل برئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزرائه ليقول لهم ماذا يفعلون وماذا لا يفعلون، وأضاف في شريط مصور: أتصل بأخنوش لأقول له تجنب أشياء ليست في صالح الحكومة والدولة المغربية. احنا يا ماشي منزهين على الخطأ، وما السي عزيز أخنوش كرئيس ديال الحكومة، النهار اللي عيطت عليه في التليفون باش نقول له شي حاجه اللي ماشي في صالح الحكومه ماشي في صالح الدوله المغربيه وتنطلب منه يعالجها، فهمتني ولا لا؟ راه درت داك الشيء بنيه باش نقدم خدمه للبلد من خلال الحكومه، لانه هو اليوم اللي كيتراس الحكومه، وراه ماشي غير هو، رانا كنتصل باكثر بوزراء اخرين وتنصحهم، على الاقل بوزير اخر، تنقول لهم اشنو ديروا الحاجه اللي فيها اللي كانت كتبان ليا فيها المصلحه ديال البلاد، وخصهم يديروها، لان الا ما درناهاش غنمشيو للكارثه.